بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذا بعد ما كملنا الكباش نديروا زيارة للأسعار الماعز هكذا باش نعطي لكم نظرة. بالمناسبة متواجدين بسوق خروبة ونورمالمون اللي مار على الودوز هكذا 12 ماي 2023. بالمناسبة قناة ناصر تي في تحيي التغطية خاصة بمناسبة أسعار كباش العيد، ولكن لازم نديروا النعجة ونديروا الأبقار إن شاء الله. إذا نبداو مع خونا لهنايا، هنايا شوفوا راهو صار حرب بين الماعز هذوما الله يبارك. هنا مخلطين يعني شغل ذكور نتا وجديان صغار هكذا الله يبارك ما شاء الله. اولادهم كما يقولوا ما شاء الله. هنا كاين لاروس ولا حاجه سام؟ هذه بيان سير، خلينا هذه في سوريا والاخرين نورمال حتى هذه ولادها مالطيه هذه الله يبارك ما شاء الله. سينو كروازي كيما هذه على هذه شحال الحوار مثلا مشامله شحال الحوار نديروها شحال يبداو بها نقولوا هنا هي من شحال 3000 الله يبارك ولادها كيما قال لكم الاسعار يبداو شوف ياكل في الحديد هذا مهبول يبداو انا هذه هما بيان سير السوري اللي وراه المالطيه هذه المالطيه الاسعار قال لكم يعني يبداو من 3 ملايين الغاليه فيهم كاع شحال؟ شوف المالطيه 7.5 الله يبارك ولادها عندها زوج ما شاء الله. هذه هي هكذايا وخويا هذا كذلك كل جمعه تلقاوه بيان سير اسمح لي كل جمعه هنايا بسوق الروبه. بالمناسبة شوفوا هادوما معزات صغار هادوما سوريين الله يبارك ما شاء الله وخوتنا الله يبارك كل شيء مبروك خوتي صحيح. كذلك كما قال لكم الاخ مازال ما سموناش هكذا مازال ما سموناش. عندنا هنايا شغل ثلاث معزات مع ولادهم ولا عطارس في ثلاثة ها؟ في ثلاثة عطارس في ثلاثة عطارس كما قلت الله يبارك خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة سي جونتي. إذا بسم الله ما شاء الله كذلك مع خونا اللي هنايا جاب لنا مجموعة من الماعز الله يبارك. هنا كاين لاراس حبيبي واش كاين لاراس؟ عطاو له زوج ملايين جمله بيان سير والاقل والله يجيب راس المال 56 جمله هكذا يا اخي خونا 52 جمله قال لكم 52 جمله الله يبارك يعني زوج ملايين و50 الف شوفوا الله يبارك ما شاء الله خريف هذا يا اخي الله يبارك كاين بعت واحد بعت واحد فقط ان شاء الله انسان يديهم يربيهم ما شاء الله في الزواج بارك الله فيك خويا العزيز يعطيك الصحة دائما حي ومتابعي قناة ناصر تي في. إذا ساهموا فيكم جملة زوج ملايين و50 ألف ويليغوسي مع شير ان شاء الله خوتي يديهم هكذا. إذا نزيدو نكملوا نشوفوا مع المصغر لهنايا شوفوا واش جاب لنا المصغر هدايا وليدو وجبت لنا ها جديان الله يبارك شراك تبيع فيهم؟ تعطونا 800 في زوج تبيعهم ان شاء الله نتايا؟ مليون مليون الله يبارك يعني 5000 دينار للوحده الله يبارك ما شاء الله. ندوز عند خويا لهنايا شوفوا واش راه يدير ما شاء الله جديان صغار يعني صراحه الماعز يعجبوني بزاف شوفوا الله يبارك. عندنا هذوما ما معتهم كما قال لكم هذوما يعني ولادهم هذوما مش حاجه هكذا جمله ولا بالوحده 17 نعم 17100 الوحده 17100 الوحده بوليدها يا اخي الله يبارك بوليدها مليون و700 فقط الله يبارك هنايا في سوق الماعز الله يبارك. عندنا كذلك شوفوا هذا الصغير الله يبارك شيخ صافا شويه لاباس بارك الله فيك يعطيك الصحه زيدوا نكملوا ونشوفوا واش كاين في الماعز. اذا مع خوتي لهنايا كذلك جابوا لنا معيزه مع ولادها هكذا واش عندها جدي وجديه؟ ذكور زوج ذكور الله يبارك ما شاء الله. هذه يعني كما يقولوا حنايا تاع البلاد هكذا الله يبارك واش حال دارت سوم هكذا؟ مانيش عارف الشيخ سومو مشى برا هكذا واش هي الحقوق في بريزا ما عندكش كاع 45 45 يعني كما قال لكم 45 هذه هي عربية فري هذه عربية فري ما كاش باش نطلع فيك هذه الله يبارك خوتي ربي يقدركم يعطيكم الصحة نزيدوا نكملوا نشوفوا واش كاين في الماعز. إذا مع خويا لهنايا كذلك جاب لنا زوج معزات
هادو ما هذا يقال لكم سوموني ب 12 وراه قبيح يا خويا ما واش عارف غير حنين نتوشي. وهذه شحال منا؟ عطاونا 6 ونص. هذا 6 ونص يعني 6500 دينار. بون بالمناسبه المعز راه ناقصين شويه باسكو الان لاباس راهي على كيفاش تاع العيد خويا. بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا العزيز. واش راك مون فلان صافا شويه لاباس؟ والله الحمد لله رانا مع المعز. ندي بلاصي يا خويا لازم لازم اذا ندوزو عند خويا لهنايا. الله والله الحمد لله خويا يعطيك الصحه. جبنا المعيزة هذه الله يبارك. ولا عتروس هذا؟ عتروس هذا يا عتروس يا خويا مسكين ورجعتي معزة الله يبارك. وهذا شحال السن تاعو خونا هذا يا؟ 25. 25 والعمر شحال؟ واحد 7 شهور الله يبارك. وسموه ب 25 يعني 2 ملايين ونص الله يبارك. شيخ ربي يقدرك بارك الله فيك. جزو انت اخي لهنايا كذلك. السلام عليكم واش راك صافا؟ جاب لنا كذلك المعزه هذه الله يبارك. عتروس سمحوني الله غير رجعتهم كاع معيسي يا خويا. هذا صانين صانين هدايا وفي الحر خونا في الحر هكذا الله يبارك. ويقول لكم خونا في الحر ما شاء الله. وشحال العمر تاعو هدايا؟ هذا 2 سنين مازالو صغير الله يبارك. مازالو صغير. وشحال سموك فيه؟ عطاونا 44. عطاونا 44 مازالو بعيد البيع ولا غلتم؟ ما راهوش بعيد. ها غير تما كيما قال لكم خويا الله يبارك. سين عندك انت يا ولا كاين غير هذا بر؟ عندي زوج. هذا واش كاين زوج؟ الله يبارك خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة. سي جونتي صحيت خويا. زيد نجوز عند خويا لهنايا الله يبارك. شوفوا ما شاء الله شوف شغل بيتبول يا خويا شو حاكمو الله يبارك. عتروس ما شاء الله. اسمع انت اللي تولي تمشي كاع الاسواق. نعم خويا العزيز لاباس. هذا شحال العمر تاعو؟ هذا في السداس ما ندو بحال هذا يا اخي الله الله يبارك. هذا في لاروس ولا حاجه سام؟ كروازي كروازي الله يبارك. واش هذا السعر تاعو؟ 43 الله يبارك. ساموك ولا البيع؟ لا لا سامونا. والبيع مازالو بعيد؟ مازال بعيد شويه الله يبارك. اذا خويا نقول لك بارك الله فيك وربي يقدرك يعطيك الصحه. اذا اشكرا وديت يا مليك مع خوتي لهنايا كذلك جابوا لنا زوج العزات هذوما الله يبارك. شحال شو هادو خونا؟ شحال دارو؟ في زوج يا اخي في زوج 4 عيادة كيما قال لكم الله يبارك 64 هذه هي كاين اللي ربما ما يلحقش يعيد بعد الوسط هكذا شيخ الله يبارك. احيد اذا مع خويا لهنا كذلك جاب لنا جدي هدايا راكو تشوفوا يكون في عمر 14 هدايا. خمسة شهور الله يبارك. والسومة تاعي شحال حقتي؟ 15 ونص يعني مليون ونص. بالمناسبة الماعز راهم ناقصين اليوم يعني في سوق خرب قلت لكم يعني لاباز راهي بوكو بليس على كيفاش العيد سينو مالفين يجيبوا يعني سلعة. ولكن هذه هي دوكا العيد خويا بارك الله فيك. جوزو عند خونا لهنا كذلك جاب لنا المعيزة هذه. السلام عليكم صافا لاباز بخير. شحال دارت خونا؟ شحال دارت؟ عطاونا زوج ونص على ميلاد هذه يا خونا الله يبارك. على ميلاد زوج ونص هذه بيان سير عربيه يعني تاعنا ما شاء الله. والبيع مازال بعيده؟ مازال بعيده البيع؟ مازال شويه كيما يقولوا خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا بالمناسبه ربما نختم معكم الفيديو هذا اللي خاص بالماعز باش قلت لكم ما كانش بزاف يعني ما راهم ناقصين الماعز. ولكن راني نخدم حبه منا خبه منا هذه عندها. شوفوا شوفوا الله يبارك شوفوا ما شاء الله. عاود تداري برك هذاك عاود تداري. هذه عندها ولادها ولا ما عندهاش؟ انا وليدها بعتوه مسكينه خلاوها وحدها. ثنيه برميير فورتي كيما قلت الله يبارك. وشحال دارت هذه؟ 31 يعني 3 ملايين و100 صانين الله يبارك. شوفوا هاي ليك حاجه جديده فتني الله يبارك. مون فراد نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه. سي جونتي خويا العزيز اللي اذا بالمناسبه نخلي لكم رقم الهاتف تاع خويا هكذا اللي حاب يتصل 06 75 83 11 63 هذا هو الاخير. سينو كاينه سلعه كاينه الماعز كاين في الدار الله يبارك. درع الميزان ها درع الميزان وعنده الله يبارك لكم كاين الماعز ها قال لكم عندي غير صالين والالبين الله يبارك خويا. نقول لك صافي بليزير ريتلا ونص قال لكم ريتلا ونص الحلب الله يبارك خويا يعطيك الصحة. سي جونتي مون فير بارك الله فيك ويعطيك الصحة. إذا نقول لكم تهلاو في رواحكم دائما قناة ناصر تي في تحييكم سلام.